من الأمور التي ينبغي أن يلتفت إليها كل مسلم في هذا الشهر المبارك هو مسألة الإنفاق والجود والكرم. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس كما قال الصحابي، كان النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود بالخير، وكان أجود من الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم، وكان أجود ما يكون في رمضان. فالنبي صلى الله عليه وسلم جيد بما في يده في كل حالاته، ولكنه كان يكثر من جوده وكرمه وإنفاقه صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر المعظم. كان صلى الله عليه وسلم كثير الجود في رمضان، حتى إن من كرم النبي صلى الله عليه وسلم وجوده الذي يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرشدنا إليه وأن يعلمنا إياه، أنه لما أهديت إليه حلة وكان النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، قال له أحد الصحابة: يا رسول الله اكسنيها. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم تلك الحلة، فقال له صاحبه يلومه: ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد سائلا؟ وأنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حاجة إليها، فلما طلبتها؟ قال: والله إني لأعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد سائلا، ولكن أردت أن تكون كفني، أردت أن تكون كفني. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحث الناس على الإنفاق، وأخبرنا صلى الله عليه وسلم أنه ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان يقول إلا وملك يقول: اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا. وهذا شهر عظيم ينبغي على كل مسلم أن ينفق فيه، وأفضل الإنفاق أن تفطر فيه صائمة، أن تفطر فيه صائمة، فإن لك أجره من غير أن ينقص ذلك من أجره شيئا، فإن لك أجرك وأجره. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يخرجنا من إقتار ذات اليد ومن شح النفس وبخلها.